ترى الغايه وصلت لحد فين يا فندم؟ الحمد لله الحقيقه ظهرت وبان انها قتلت. ويا ترى في حد وراهم؟ اكيد طبعا، وتحيه هيبين مين اللي زقها. وحضرتك عارفه العلاقه بينهم ايه؟ مفيش علاقه، كله كدب في كدب. انا ليه مش هتجوز انت؟ انت ما بتضحكيش، ما تبطليش كدب، حرام عليك. عفه عفه. انت مين يا اختي؟ ايه ده؟ ست غزال، ايه اللي انت عامله في روحك ده؟ ده شغل امن يا اختي، تنكر يعني ما تعرفيهوش انت. تنكر؟ ارحب يا ست، يا ست غزال. نهار اسود ونايل، عرفتني ازاي ده؟ جرايه يا ست، داخله كده يعني من غير لا سلام ولا كلام. مغاوري، انت عرفتني يا اخويا وانا داخله؟ ايه اللي عرفتي؟ وهل يخفى الجمر برضه؟ نهار اسود وبنيل، امال الطرحه دي بتعمل ايه؟ دول اكيد عكشوني ولاد الهرم. هما مين دول يا اختي اللي عكشوك؟ مالكيش دعوه انت. قوليلي عملوا ايه في المصيبه بتاعتهم؟ والنبي ما نعرف حاجه، دينا قاعدين مستنيين. اه صحيح يا ست، ايه في ناس قرايبك جم وعصوا عليك. قرايبي؟ قرايبي مين؟ هما اتنين يا ست غزال، واحد منهم قله بس قري محبتين، والتاني عينيه في وسط راسه. يا نهار اسود ومنيل، روحتي فطيس يا باريزه. باريزه مين يا اختي؟ انت مالك انت؟ ما تخليكي في حالك. جرايه يا ست غزال، مالك كده؟ في حاجه بخوفاكي ولا ايه؟ بقول لك ايه يا مغاوري، انا يا اخويا وحدانيه، لا عندي اهل ولا قرايب. انا ما عنديش غير جوزي اسمه نبي حرص وصاينه، اللي اسمه الاستاذ حافظ. يا حبيبتي حافظ، اسم الله عليكي، هو الاستاذ حافظ. لو حد تاني قال لك حاجه غير كده ورم له عينيه ولم عليه الخلق. يلا روح شوف اكل عيشك، وعايزه عينيك تبقى مفنجله قد كده اهو. حاضر يا ست، انا هفنجلهم لك على الاخر. ده انت تأموري يا ست غزال. وانت روح يا اختي اعملي لي اي حاجه كلها لحد ما يجوا، لحسن انا على لحم بطني من الصبح. حاضر يا اختي، ما احنا ياما هنشوف في البيت ده. بتقولي حاجه حبيبتي؟ ولا حاجه يا حبيبتي، بقول لك الاكل على النار وزمانه اتحرق. ايه اللي هيتنحر؟ يبقى وسخ انت وخلصي في يوم واحد يا قادر يا كريم. خير يا قبطان، تاخد عم حافظ وتطلع على البيت على طول. ماشي يا قبطان. انت هتروح فين يا عم؟ لازم اروح اشوف محامي، لازم اشوف صرفة للموضوع ده. مش كان المفروض المحامي يجي معانا دلوقتي؟ انا كنت اعرف انها هتتعك كده. ما ترد؟ طب خلاص انا هاجي معاك. ما ينفعش ما ينفعش، روح معاه ما تعصبونيش. ايوه ما ينفعش ما تعصبوهوش، خلاص يلا بينا قبل الصحافه ما تشم خالص. لا يا عمي لا، مش ممكن نسيب البنت لوحدها هنا ابدا، مش ممكن يا عمر. مش ممكن. يلا يا تينا ما تضيعوش وقت بقى، يلا. رجليا مش قادره تشيل، حاسه ان الدنيا كلها بتلف بيا. يا متر انا جاي لك حالا. يلا يلا على طول، انا خلاص هوصلكم. يلا يا حبيبتي. يا متر حبيبتي يا بنتي. لا مش هينفع في التليفون، لازم اجي لك حالا. يلا اتفضلي يا مدام، ده بقيه المبلغ اللي اتفقنا عليه. اوعى تكون بقى مخنصر منه حاجه كده ولا كده. عيب يا مدام، ده كلام برضو كده بقى. نسمع منك اللي انت عايزه. ايوه جينا للجد، اللي انا عايزه بقى ان احنا ننفذ اللي اتفقنا عليه وما ننساش منه ولا حرف. معلوم يا باشا، ده كله هنا. اي غلطه ممكن تبوظ لنا اللي تعبنا فيه. اطمن يا باشا وحط في بطنك شادر بطيخ اقرا. ماشي، هو ده الكلام اللي انا عايزه. انت جاي هنا تعمل ايه؟ مش كفايه اللي حصل لي من تحت راسك؟ يلا مار يا بنتي نسمع الاول. مش عايز اسمع اي حاجه يا ابوي. هو انا مش عايزك تسمعيني، بس انا كان لازم اتكلم وكان لازم اجي لك لحد هنا. انا عملت لك ايه؟ اذيتك في ايه؟ دي اخره معاملتي كويسه ليك واخره عطفي عليك تعمل فيها كل ده؟ تتفق عليا بمؤامره قذره؟ طب هي بتكرهني وبتغير مني، انت طوعتها ليه؟ عشان بحبك. انت بتقول ايه يا ابني؟ انا مقدر انك في بيتي، ما تخلينيش اغضب عليك. انا بقول الحقيقه يا عم الشيخ. اللي يحب عمره ما يأذي. لو يأس، لو يأس ممكن يعمل اي حاجه. سلمى فهمتني ان بالطريقه دي انك هتطلقي من عمر وتضطري تتجوزيني. اضطر اتجوزك يا حيوان يا قليل الادب. لمار تعالي. لا يا لمار، غور من وشي، غور، مش طايق اشوف وشك، غور. اسمع يا ابني، فكان ما جيت خد بعضك ورجع قبل ما ينفد صبري.
للدكتور عمر وقلت له على كل حاجة. ايه؟ رحت لعمر؟ كان لازم يعرف انك اشرف انسانة في الدنيا. كان لازم يعرف ان في شيطان هو اللي ركب دماغي وخلاني اعمل كل ده. اسمع يا ابني، الكلام ده ممنوش فايدة دلوقتي. انا همشي، بس قبل ما امشي عايز اسمع منك حاجة واحدة بس. امشي يا فضل، امشي. انا غلطت غلطة كبيرة قوي، وديني بدفع تمنها كل يوم. هبوس ايدك تسامحيني، اوعدك انك مش هتشوفي وشي تاني. هجيب شويه حاجات وجايه يا مغاوري. ما تاخرش يا علي. فلانك، فلانك بص انت نايم يا فلانك. لا بص يا ده مفيش دبانه دخلت ولا خرجت. ابص وانا ده الدبان كله على وشك يا فلانك. معلش انا مش عارف اعمل فيك ايه يا فلانك. معلش مش نافع في اي حاجه خالص. معلش يا بص يلا خش على صاحبك. يلا نستخدم معاه 63 على 4. مش كتير عليه يا بص. لا مش كتير عليه، ما تلنجرش انت بس. يلا حط كمامه. جود مورنينج يا بلدينا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اخوي. شرحوا. اهلا وسهلا. ها هنا صحه القتال. فلنتبارز. فلنتبارز. ايه يا جدع انت برازه بعيد انت وهو من هنا يا قال. ايه دي انت بتعمل ايه يا جدع انت وهو؟ هنقول لك بنعمل ايه. تعال يا اخويا. اوه رايح هنا. ليتس جو فلان. ماشي من هنا. ايوه ايوه مين الاول يا بنت عم بتشتغل ليه؟ هو مغاوري عايز لك انا بره. ايوه يا اخويا هو احنا نايمين جنب الباب. ولا كلمه. ايه ده انتوا مين؟ طب انت مش خايفه من اللي انت شايفاه ده خالص؟ لا خالص. طب ستك فين؟ ستي مين؟ باريزه. باريزه قصدك ستي غزال؟ اي حاجه. طيب قول لي بقى يا اخويا، هو انتوا قرايبها اللي جيتوا قصيتوا عليها؟ اعتبرينا كده. قاعده بتاكل جوه، اغرف لك معاها؟ فلانك عمر بص بس العجله دي بسرعه هتاخد وقت مننا. بص اخلص يا فلانك. ولوزي لا 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 بلع اللقمه. روح امك لا تشرقي وترحمك مني. كفايه 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 اخلعي مني يا بت. تلبسين العمة ها؟ فاكر روحك هتزوغي مني ها؟ لا والله العظيم. بس انا قلت لك ايه قبل كده؟ قلت لك ايه؟ قلت لك انا الملك وانت الكتابة. يعني في ظهر بعض طول العمر. اصل انت قلبت السي دي وبعتيني صح؟ لا والله انا اقدر ابيعك. ما اقدرش ابيعك يا ابني. كل اللي حصل ده ايه؟ ها؟ خلوصي خلوصي يا باريزة. ما كان قصدي اعمل حاجة خالص يا خلوصي. كله تمام يا بص. فسيت البت؟ عجنت. عينك زغت يا بنت الهرم على العز. صحيح شايف هذا فلانك؟ عز ايه ونغنغه ايه وفراخ ولحمه، لكن خلوصي تغور وتغور ايامه. عادل ادهم يا بص. ما البني ادم ما يملاش عينه غير التراب يا فلانك. اسمعني بس يا خلوصي اسمعني، انا برضك باريزه. ما انا عارف انك باريزه، وانا بقى اللي هفك الباريزه واخليها صاغات ممسوحه، يعني ولا ملك ولا كتابه، براني يعني. ليه بقى اروح امك؟ عشان اما ارميكي تردي لي تاني. هتعمل ايه يا اخويا؟ هيعمل الصح. لا انا المره دي هعمل غلط يا فلانك. ايه تقلق يا فلانك؟ باريزة تقلق من عز يا فلانك. سلامين وانا اصحابي اللي شاور يا بص. يا مغاوري مغاوري انزل. حاضر يا ستاني. تلاقيه مقيل كالعاده. مقيل هو ده وقته؟ ايه ده؟ الحق ستاني الحق حافظ مغاوري متربط